اليوم راح تشوفوا معنا اغرب مارشي في الجزائر بعد الاستقلال. شو من هذا الخوتي كان هذا الواد ومن بعد ديركت مارشي. احنا تلقى واحد خاطب 100,000 يبيعها، تقول له شحال؟ يقول لك 100,000. جاركم اللي تبحر في الدوميلويت تلقاه ينباع هنا. الصادرات والواردات كاع تلقاهم في هذا المارشي، المارشي تاع الحميز، مخطط الانعاش الاقتصادي في الجزائر. واللي يحبنا نحبوه، واللي كرهنا يروح يدوش ولا ياكل الهندي. نبدأ لكم الحكاية تاع اليوم منا صباح ربي، كنت راقد تحت الكليماتيزور دايرو فنتويت، وكل عادة بديت نسمع في عبدو يضبح تحت البالكو. شايب شايب بالله فماك سكوت يا خوتي. لو كان نقول لكم شحال راهي الساعه تبطقم لودنيكم، شو شكون راهي في حومتي خوتي؟ عبدو تقول جن من دقيقه سمحتو يدقدق في الباب. روح طليت عليه من هذيك العوينه نشوفو اذا هو صايم. يا صايم دوك دقيقه نخرج نهضر مع خوتي ونولي نوريكم شحال راهي الساعه. برك حبك بلي لونتربرونور راح فيها دت اكسيدون. انت تاكسيدو في هذا الوقت يوم 15 عام دت اكسيدون. كيف بدي دخلت فيك كلب هذاك دخل فيك قلت هذاك دخل في حمام صار اكسيدون كبيره. اسكت صوب بي روحو دونك المارشي. شو تبهدي لو العياط اللي راهو يدير فيه؟ شو شحال راهي الساعة؟ 5:53 دقيقة. قال لي تكسر لونتربرونور تاع الموطو. عبدو تروفيزور يعيط له لونتربرونور. المهم دخل ديبريتا وتخرجت معاه. اليوم يا اللي لقى اونتربرونور خاد الموطو بدل البلدية. عبدو اسكت. صاحبي الشح. بس عايش شحال راهي الساعة روح. راح احنا بكري 6 تاع الصباح صار كنا نتسوقوا. انا فتنوضت ولازم نروح مع باسكو عبدو. والله يا خوتي نطلقوا وحده غير نلقاوه في ايليزي. ركبنا في الموطو تشينيه و... اي والله دخل الميرو تاع رئيس البلديه. لا لا تنسيتي شعلة في النهار شو خساره. لو كان جابها بات شويه ما تفاهمش كاع ودي مارينا. 6 تاع الصباح رايحين المارشي خوتي. بيل جيتس و ايلون ماسك ما كانوش ينوضوا في هذا الوقت. حطينا الموطو تشينيه في الدار وجينا رايحين ابي باسكو على بالنا بلي ما توصلناش. وفي نص طريق تحبس سير رحنا شرينا شوية كرابة بالشيكولا استقاهوينا وجينا رايحين. اغلق لاري يا خوي اغلق. اصبر صاحبي كوش ديال مواطن مش معني شو مليح يقول تغلق. ان شاء الله يا ربي خلص لك شوية خد صور هاك صعب هذه 2000 ورقة. ركبنا كلونديستا باش نروحو لتافورا باش نركبو الكار ديريكت الحميس. شو عبدو زعما دخل معاهم في السوجي وبدا يخرط. سكار اخويا. لا غير شو عمو ما احنا عندنا الازمة تاع الماء عمو. ومن بعد ركبنا الكار تاع بودو ويحطك في المارشي تاع الحميس ديريكت. ومن هنا اعزائي عزيزتي المشاهدين سوف تبدا مغامرتنا في هذا المارشي العجيب. المهم وجينا داخلين نتجول ثما كيما هذا الكاسك مانيش حاب نحلف بصح ما يسمعش طرش. انا في الدنيا هذه تغابني غير الطابونه. هذا الاسم شكون خرجوا لها؟ انا حاب لك غرجة الطابونه تقدر نسقسيها هذا الاسم اسكو معايرة ولا اسمها باسكو اوني سير بلي عندها اسم شباب وطابونه عايروها برك. تاع الدقديق هذه الذهبيه اللي تجي في الباب شو الرايم تلاوحه نولوا شويه اللور كانوا غير الطبقه البرجوازيه اللي عندهم في بابهم. هنا لقيناهم يبيعوا كوردات. عبدو قال لي نشري كورده طويله. قلت له لهلك. قال لي ودي ماشي يجي الماء باش نجيب الطون ونطلع به تيو دوم الفنتر والماء مازال ماشي يجي. في البلدان المتطوره راهو يجيهم الكازوس في العين. اعطيني 30 خلينا منها صابدي 30 حرام ديجا تشبه للحمر. ومازلنا نقلبوا في الخرادش هذا نحوسوا على تروفيزور الموطو. شو هنا تقول هذاك الجولي يقول لك جبت كل زوج حفايس كيف جبدهم. اه وقع صح جو شو طاصف لون كيما هذه اللي حابه لك انا دير فلور بكش 40,000 اورو. اه هاي هنا تلاوح في الجزائر لو كان تساوموا 5,000 يقول لك زيد لي شويه وديها. هذه حنقول لكم عفسه على بالي بلي واحد فيكم حيأمني بصح نقولها. هذه هي اللي كانوا يمثلوا بها في الميكي تاع توم وجيري. هيا كي كبروا وماتوا توم وجيري حبسوا الميكي وجابوا يبيعوها هنا. صبطت صندري لا تلقاوها هنا باش تفهموا. صاب لي الدوان فتحوا بروجي تاع فريق طوملات. استغفر الله يا رب لقينا هبلت هشام خوك. صاب نشرو وحده من الدوان هشام كوك نبيعوها له 40,000 نقولوا له 4 ملايين صاير. قاعده تاع السوق تاع واحد حاب يشري هاي يعرفوك بلي تحب تشري.
هذا المنظر هكا كيما راه كيتمنى متكي على كاميرا. لو كان يشوفوا هذاك فاميلتك هذاك الكبير العفسه اللي يشوفها يقول لك احنا بكري الجيل تاع ضوكيا كيتمنى متكي على كاميرا. احنا بكري كانت الحشمه الكيتمنى اذا شاف كاميرا يهبط راسه. ايفون زيرو برو ماكس هذا اختاروه قبل ما يختاروا الايفون. شو هذا نواظر فلو هذا تسدي بعينك خير سولي هذه تاع جبور عندك. هذو المفاتح المستقبل تاعك يفتحوه لك. صاحب حبيت نحي الفرتيه تاع رجليا معليش نقول لهم لقيناه صايب هاوليك انا لقيت صايب اونتربرونور ندوه الفت تروفيزا تاع كليو دبزا قال لي يجي في الموطو احنا كملنا نحوسو زدنا لقينا هذا قال لي بالسي في جي على بها ربي سبحانه قال لنا الجنه تحت اقدام الامهات باسكو انا لو كان جا عبد وليدي نرميه من السانكيام رونو دوري شنو هذا ماشي طيب ماشي دوزيا ماولي فهذو تيو اذا حوست على تيو ما لقيتوش عرف باللي سبه منك المصران ازاي تلقاه هنا صعب لقينا كلش ما لقيناش غير اونتربرونور خويا شو هذو المغارف تخيلتهم ليكيب تاع بالو وهذاك الاحمر الغارديان الحمد لله يا ربي صافي شحال من اونتربرونور امان واخيرا بعد رحله بحث دامت شويه بزاف لقينا واحد تروفيزير يدير فاميل ما قال هو تاع طوموبيل بصح بدو قال لي لا غندي ندير في الموطو يجي انا صاشي خويا هاكا قفه معليش هاكا ديرو في جيبي شحال تعطيو لنا هذا 20 كرني اللي كي داير لا بخمر ابوك بيرك تاعنا هرب لكم ماشي السلف كان عندك خويا صافي لقيت فيروس سرقوه صايب استغفر الله يا ربي عم بك انا صح نسرق تم ما تقلقنيش ولا غنتيري على روحي نكتر روحي شو هذو زوج كراسة هذا تشريح تحطه وتبقى واقف شعر تاع بكري ما غلطوش كي قال لك القديم حبو وجديد تحطه فوق القديم عندك شو هنا لقينا هذه الموبيلة الشينية سقسينا شحال قالنا خمسة هي قضية خمسة خمسة بصوا شنو خمسة الله أعلم 50 مليون 50 مليون واقع 5 مليون هذي 50 مليون شحال عطاوك 50 مليون شحال صاحب دراهم بزاف شكون عطاك بنادم نورمال في مخو هو بالك جد عمو دراهم كبار قاعد يشتهم في حياتي 50000 وجاي صغير جاني سوا سوا صايب هذا هذا تعرفهم هذا بشير هذا اللي يديروا في اليوتيوب وش يديروا؟ لا مشي احنا خويا غلط شد شد دمان عمك هذوك المرفين تاع اليوتيوب خويا مشي احنا مو سال كاشير صايب صاحب توالات زيرت حطي دوروا وجهكم وهنا كنا هابطين في هذه الهبطة كسر كسر لا قصة اخويا لاباس عليا كفشني لا عمو اسمح لي صافي لقيت صباط نبداو نبيعوه وهنايا جينا هابطين واحد المارشي شغل هو نفس المارشي صار لي كنا فيه الفوق وهذا شغل جاي لتحت تحت الواد لقينا سيدية تاع الهوا كي كانوا اللي زربوا من بكري يخرجوا في السيديات قلنا تا كادر جابوني هذو كان تقول كادر جابوني وقت غني تونس ان بيتر واتش فيها كنا ندول السيبر يطلع لنا غنى ب 7000 ويطلع لك قران باطل وانا شيد يخلص عليك النص وش من انا شيد كان يطلعه منا انا العبد الذي كسب الذنوب فرش التراب يا رب نور دربك يا رب صاحبي قلت لي بطل اندرتيكر صاحبي راح نشري هذه ونبدا نفتح حانوت ولا نشري هذه ونشري كار خير عجبوني كي تمنى خويا هذا اوريجينال هذا تاع اسبانيا هذا اسبانيا صاب تاع اسبانيا ندو وحده راه عيان يسافيهم غير الاغنيه تاع اسبانيا هذا ما نفهمهمش انا تريكو تاع الجيري كيف وصل لهنا الله اعلم يشوفها مول الجيري يقلبها طاكسي جماعي شو جيتي هذا هنا لقى وحده تريكو تاع سوبرمان 50000 قال لي صايب افير يجيني نديه انا هو سوبرمان كي تشري سوبرمان من المارشي تاع الحميس راح نسيا نطير وقتش كيف نطير خويا شي ثاني هذا ما يطيرش
استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر. يوي يوي ما خوتي إذا لقيتوا لي نمشي برا وحدي وننبح ولا نزغرت غير بدأوا تجربية وعرفوا بلي سبابي عبدو ترمومات. خوتي كي كنت صغير كنت نكرهها أكثر من إسرائيل. أول مرة عبدو دارك شغل عفسة شوية تصلح سخانة برا كانت ترعى في كانجر شو شرع ذي الكاسكيطك شغل جاية طويلة وين تغطي ذيك شميسة ديمي البرك هيا دي تصويرة صواري بزرع سنسلة إزميرال دا تلقاها هنا خلاص المرشيك وشرينا احنا يا اخي انتربرون علينا نحطوا لهنا شو نقول لك واحد العفسة صعب سرمك شلال بالو بي اكت شو هذا هذا هو البيتروت صوهاي مازال واحد ما فاق هذا مازال ما بدوش يجبدوه منه صاب قال لك وقال راح يمدوه للروس بعد التعب هذا قا خرجنا بفايده لقينا تروفيز للموطو وجينا خارجين اي صابك تحت فوق طبلة التليفون ضخمة كبرش قصيرة هذا شرب براش صاي هنا لقينا هذاك الطبيب تاع الخلا كان يبيع في وحدة الحية مكرب عاد تنحي الريح زعما كيكونوا عندك الريح في ظهرك ولا باش ديرها تدهنها وتنحي لك الريح عبدو راه نحات ليك وقالوا انا مثلا عندي شوية هو في ظهري قالوا تنحيه لنستعرف بك وفرغ السيد هذيك العفسة في يده وبدا يدهن في عبدو خوتي اذا تحول عبدو كش عفسة مخدة ولا طبسي انا خاطيني وحبي سيي والله والله ما على بالو واش دار له في ظهره كاع صايب قسما بالله يا خويا ظهري يدخل فيه الريح شغل الحلوة تاع الريح في ظهري يحرق صوي او يزيد يحرق وبالحلوة تاع الريح هذه تاع الظهر نخرجوا من المارشي وخرجنا ديريكت سنينا واسمو كلونديستا باش نولوا للدار وباش نسيو تروفيزور هذاك اللي شرا عبدو باسكو ملي لحقنا هو يغالب فيا قال لي بالسي في جون نقولوا عبدو تاع طوموبيل وقال يجي عبدو تاع طوموبيل ولا يجي المهم سنينا كلونديستا شويه بزاف وجينا مولين وديما رينا وصلنا للموطو عبدو حكم تروفيزور وبدا يزير فيه بسلوكه قال لي ها وجا قلت لك يجي استعرف صايب خدمه فيني يا يا خوتي ضوك هذا جا الموطو اللي نحسك شغل سوبر سانك ركبنا تروفيزور قلت له معليش عبدو خلاص جا ولا غير جا عبدو ولا غير خلاص انا ما امتنيش جا شو يا خوتي الموطو اللي تقول كار تيري تي را 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 مازل ممشيناش يا ربي 200 متر طاحت زجاجة تروفيزور تكسرت وعشي تندر في إماطة الأذى عن الطريق آخر شعب الإيمان هذا العياء قاع 70 ساعة وحنا ندوره شو زدت جرحت صباعي من 6 تاع الصباح للعشرة وحنا نحوسوا على تروفيزور كي لقينا الكسر حاش نقعد نقول لكم بلي عبدو راه للبيع ونقعد نعاود خوتي عبدو مازال للبيع ولي حاب يكريه معليش نكرهولو المهم روحوا الانستغرام سويب وعبدو زيرو نسلقاو بروميكم مونتيرو يوتيوب تلقاوها فوق هذا الفيديو أيام.